السلام عليكم في قناة علوش. اليوم سنتكلم على المسلسل الجزائري التونسي مشاعر الذي حصد الكثير من المشاهدات في وقت وجيز. حيث حصد المسلسل التونسي الجزائري مشاعر اهتماما ومتابعة غير مسبوقة بعد عرضه على قنوات قرطاج التونسية والوسط الليبية وقنوات عربية أخرى، حيث دخل المسلسل الدرامي الضخم الذي يشارك في بطولته فنانون جزائريون وحتى تونسيون، المنافسة الرمضانية بقوة بمشاهد تمثيلية حبثت أنفاس المشاهدين وفقا للمتابعين. واعتبر الممثل التونسي أنور العياشي في إحدى التصريحات له أن المسلسل التونسي والجزائري مشاعر يعد عملا مميزا وناجحا على جميع المستويات، وأن الممثلين أبدعوا في تقمص الأدوار الموكلة إليهم. وفيما يتعلق بالاعتماد على مخرج تركي لإنتاج المسلسل، اعتبر العياشي أنه لا يعارض فكرة العمل مع كفاءات من خارج تونس، لكن لا يجب أن يكون هذا التوجه على حساب الكفاءات التونسية. وأضاف العياشي أن الأولوية يجب أن تكون دوما للكفاءات والطاقات التونسية، مؤكدا أن طريقة العمل في تصوير المسلسلات شهدت تطورا هاما في تونس خلال السنوات الأخيرة. وأكد العياشي أيضا أن المزج بين الكفاءات التونسية والجزائرية في مسلسل مشاعر هي فكرة متميزة وتجربة إيجابية، مشددا على أنه يتمنى أن تتكرر هذه التجربة لكن مع مخرج عربي آخر، ويقدم المسلسل الذي يعتمد على الخبرة التركية من حيث الإدارة الفنية والسيناريو وحتى الإخراج. فهو قصة اجتماعية رومانسية تمتد على أكثر من 100 حلقة، ومن أهم النجوم الذين يشاركون في المسلسل هشام رستم وسامية رحيم ومريم بن شعبان وأحمد الأندلسي وريم بن مسعود ومحمد بن مراد من تونس، ومن الجزائر كشاش وسارة العلامة ونبيل العسلي وعادل الشيخ والكثير من الممثلين. كما وصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بالمتميز الراقي، معتبرين أنه أسهم في التعريف بالدراما التونسية وبالأماكن السياحية في البلاد، حيث صور المسلسل في عدة مدن تونسية ويحكي قصة اجتماعية عاطفية على طريقة المسلسلات التركية، وهو ما دفع منتج المسلسل إلى الاعتماد على تقنيين أتراك لتصوير المسلسل وإخراجه وحتى تركيبه، حيث تدور قصة المسلسل حول فتاة جزائرية تدعى زهرة أجبرتها عائلتها على الزواج من شاب لا تحبه يدعى عمار، لتهرب البطلة من الجزائر إلى تونس حيث ستتعرف على طاهر في حادث سير، رجل متزوج سيساعدها على الاستقرار في تونس، لتطور الأحداث بعد ذلك في دراما رومانسية تشويقية معاصرة. ويلعب دور البطولة في مسلسل المشاعر من تونس كل من هشام رستم وسامية رحيم ومريم بن شعبان وأحمد الأندلسي، ومن الجزائر حسين قشاش وسارة العلامة ونبيل عسلي وعادل شيخ. وفي الأخير، هذا الفيديو تم إنتاجه لكثرة الطلبات من المتابعين الذين أصروا على توضيح هذا المسلسل أكثر. ولا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك كل الأحداث التي تدور في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.